هلا وغايز، كديرين بخير؟ نتمنى تكونوا بخير. فهاد الفيديو ندوي على داكشي اللي دويت فيه في اللايف بالنسبه كيفاش يعني البلان اللي ولا جديد، ان الفيسبوك ولا المغرب داخل في لا ليست اللي بوسيبل انك دير لي ادز في الستريم ديالك ولا في الفيديو ديالك ولا دير ولا دير اد بريك في الفيسبوك، في الفيسبوك انسنت ارتيكل. دونك حنا غادي ندويو على لي فيديو كيفاش انك تشوف واش انت متاح لك هذه الفرصه هذه ولا لا. اوكي، هادشي اللي كاين. اول حاجه هو انك تدخل، اول حاجه هو انك تمشي جوجل تكتب فيسبوك فور كرياتور، ولا تدخل لي على تخلي في الديسكريبسيون. ثاني حاجه هو انك ثاني حاجه هو انك تدخل التول. اوكي، هتمشي للانستريم ابس. من بعد ما دخلنا انستريم ابس نمشيو لجو تو كرياتور ستوديو. هنا كيعطيك كاع لي باج اللي فيهم انت، ولا كاع لي باج اللي ادمين فيهم. دونك كيعطيك لا ليست ديال لي باج كاملين، وهنا تيقول لك اودي لي باج اللي بوسيبل لي باج اللي ماشي بوسيبل. دونك كما كتشوفوا هنايا، هذه باج بوسيبل انني ندير فيها الانسيرت ارتيكل. دونك هادو كاع لي باج اللي كاينين هنايا اللي عليهم هاد العلامه الصفراء، وهادو اللي لتحت هما اربعه ديال لي باج اللي لتحت. هادو ما نفعلاش فيهم الخاصيه ديال انني ندير فيهم الابس، سواء الابس سواء علاش، حيتاش مضروب بهم كوبي رايت، هذا هو المشكل. دونك المهم كيما كتشوفوا هاد الصفحه هادي ولا هاد الباج هادي، ندخلو نمشيو ل نمشيو للفيو هنا في الاستريم ابس. هنا كيعطيوك شنو واش انت متاح لك الفرصه انك اكتيفي انستريم ابس ولا لا. بعض المرات ما اش طلع لك، حاول انك الناس اللي ما كطلع لهمش حاولوا انهم يبدلوا لا لونغ ديال الفيسبوك من الفرنسي مثلا لونغلي، ولا من العربيه لونغلي. دونك حاول انك تبدل لونغلي هنا باش يعطيك. اوكي، سو هنايا عاتيني هل لانسنت ارتيكل فهاد الباج، حيتاش ما موفرينش الشروط كما قلنا في اللايف. الشروط اللي هما لي فولورز خاصهم يكونوا ما كيقلوش على 10000، وفي الانجيجمنت ديال لي فيديو اللي هيكونوا مثلا لي فيديو اللي عندك انت في الباج ديالك خص يكونوا فوق 3 دقائق، وفايتين 30000 ديال الفيوز مشاهده في شهرين الاخرانيه. دونك هاد الباج هادي ما موفرينش شروط. اوكي، سو كاينين دي باج اللي صراحة موفرين فيهم الشروط، ولكن هادوك لي باج كما كتشوفو هنايا مضروبين بالكوبي رايت في لي باج ديال في هذا ديالهم، يعني فايتين 10000 كا، و يعني فايتين تالي فيوز فايتين 30 كا في شهر. مي ما موفرينش، علاش؟ حيتاش مضروبه بكوبي رايت، هذا هو المشكل. والغالبيه ديال الناس هذه قوا هذه المشكله هذه. مي من هنا قدام نوريكم كيفاش انكم يعني نسفتوا واحد الايميل للفيسبوك على داك البلان ديال كوبي رايت اللي ضرب لكم في داك الفيديو ولا داك البوبليكاسيون. اوكي، كما قلنا ضروري خص ستريم في انستريم ادز، خص ضروري تكون 10000 فولورز، وتكون 30 كا 30000 ديال الفيوز يعني في الفيديو ما يقلش على 3 دقائق في الشهرين الاخرانيين. سو هادشي اللي كاين، هذا هو البلان. هنا ملي كندخلو هنا في كاين السيتينغ، هنا في كاين كلشي. دونك كيفاش هنا كيسولوني كيفاش الطريقه ديال الدفع. الطريقه ديال الدفع اللي هي سهله بزاف، هو انك من بعد كدير لهم لوغيب ديال الكونت ديالك، و البيمون كيدوز من بعد ما كتكمل 100 دولار. دونك خاصك تكون نورمالمون مكمل 100 دولار عاد يمكن يدوز لك البيمون. مثلا في شي شهر حققتي يعني 80 دولار ولا 70 دولار، ماش تدوز لك البيمون، خاصك تكمل 100 دولار. يعني تا الشهر الجاي مثلا ملي تكمل ديك 80 وتزيدها مثلا 41، غادي تولي 120 دولار، عاد يمكن لهم يدوزو لك البيمون في 21 في الشهر. سو هادشي اللي كاين، هذا هو لا فيديو. هنا ملي كندخلو باش نشوفو لي باج اللي بوسيبل اننا ناكتيفي فيهم ولا لا.
ساو دراري، كما شفتوا هذه الطريقة باش تعرف واش أنت مؤهل ولا لي باج ديالك واش يعني مؤهلين باش أنهم يدخلوا في لي زاكتيفيتي ديال الفيسبوك. دونك هادشي اللي كاين. ساو من هنا لقدام إن شاء الله ندير فيديو على كيفاش أنك تلي السيت ويب ديالك اللي كنت كنخدم لي زارتيكل، شحال من إشارة يكون في الأرتيكل باش تخدم الخاصية ديال فيسبوك انستنت ارتيكل. سواء هادشي اللي كاين، ونقدر ندير فيديو على لي جيمز الانستنت، يعني انستنت جيمز بال HTML5. سواء هادشي اللي كاين الدراري. المهم الا كان شي استفسار خليو يعني ميساج في ميسنجر ولا كومونتير.